هيا يا صغاري لنجمع المزيد من الجزر. يا صغاري لا تبتعدوا عني، ففي الغابة حيوانات مفترسة. مرحبا أيها الأرنب الصغير. أنا أعرفك يا ثعلب، أمي حدثتني عنك وحذرتني منك. حذرتك مني؟ لا لا، إذا كنت تخاف مني فسأبتعد عنك. انظر، أنا الآن بعيد عنك، ولو كنت أريد أن آكلك لما ابتعدت عنك، صحيح؟ صحيح، إذا ماذا تريد مني؟ أنت تحب هذه الأعشاب، لكنها هنا قليلة، وعندي منها الكثير. هيا معي يا صديقي، فأنت من اليوم صديقي. هيا بنا، ولكن يجب ألا تأخر عن أمي. طبعا طبعا، لن نتأخر. ولكن أين عائلتك؟ لقد دخلت أمي وإخوتي الغابة ليبحثوا عن طعام. عظيم ورائع، هنا الأعشاب لذيذة، ادخل يا صديقي. ماذا تفعل يا صديقي الثعلب؟ هل خدعتني؟ من يصدق الثعلب يخسر، ستكون عشاء طازجا لي، أما أمك وإخوتك فسوف يكونون غدائي بعد قليل. يا رب أنقذنا من هذه المصيبة، ولن أعصي لأمي أمرا بعد الآن. مرحبا بكم، أنتم تفتشون عن الأرنب الصغير وأنا أعرف مكانه، أنا أساعدكم، تعالوا معي. أنت ثعلب مكار، لا نريد مساعدتك. ألا تعلمين أني تركت أكل اللحم وصرت آكل النبات فقط، يعني صرت نباتيا. ابنك الآن ضيف في بيتي، وقد تركته يأكل من الأعشاب التي جمعتها لنفسي. انظري، هناك ينتظرك ابنك الصغير. إن كنت صادقا في قولك أنك صرت نباتيا، فتناول هذه الأعشاب دفعة واحدة الآن. لا بأس، قليل من الأعشاب وبعدها كثير من اللحم. أمي يا صغيري، هيا بنا من هنا بسرعة قبل أن يرجع الثعلب.